حلوي حلوي بيروت. رجعنا لكم مشاهدينا واهلا وسهلا بكم اللي التحقوا بنا الان. وحلوي بيروت، بيروت الحلوه بمخزونها الثقافي وبجمالها وطبيعتها وصورها الحلوه اللي بيلتقطها مصوريها الموهوبين. والتقاط الصوت على الصوره كما تعرفوا بده حرفيه، بده موهبه كبيره. لهذا رح نحكي عن الصوره والتقاط الصوره مع جينيا معلوف. كيفك جينيا؟ منيحة. أخبارك؟ منيحة. طيب أنا قلت بأنه التصوير هو فعلا موهبة، وتختلف إحنا في المهنية الشوبيز تبعنا بنقول عين فلان أحلى من عين فلان. كيف أنت بلشت عندك الموهبة وعرفتي أنه فعلا في عندك شيء ديفرنت في التقاط الصورة؟ انفاكت بلشت بالغلط، يعني كنت عم بعمل هندسة داخلية وبعدين كمان بالغلط رحت أعمل إخراج والتقط الاساتذه لقطوا عندي وحسيت انه بلشت فيه يعني كل بالغلط وهلا عم بشتغل فوتوغرافي. طيب كيف بيتم التحضير لالتقاط الصوره؟ كثير بده تحضير، حسب، في يكون تحضير صوره انت بدك تلقطها هي ثانيه، وفي يكون عندنا تحضير ياخذ نهار نهارين وساعات حسب شو هي الصوره. يعني بتختلف. بلشنا جينيا نشوف بعض الصور اللي حضرتك ملتقطيهم، خبريني بالنسبة لبلال أي بروفيل عنده أجمل؟ فرجيني بدك تبرم والتاني هيدا هيدا أجمل. عطول إلا لألين المخرجات تحتك دستكم خلاص لألين لو سمحت طول الحلقة قاعد هيك بتقول عن بساطة أنا أنه طلع هيدا البروفيل أنا أجمل من هيدا. طيب جينيا حائزة على جائزة ماجستير بالتصوير ودربتي لمدة سنة ونص بفرنسا، شو اكتسبتي من كل هذا التدريب؟ اكتسبت خبرة كتير كبيرة أكيد بالتكنيك باللايتينج وبالتعامل مع الكلاينتس والمودلز، خاصة أنه أنا تعاملت مع فوتوغرافرز ومودلز انترناشنال، يعني أكيد خبرة كتير واسعة. شو اللي بيميز جينيا صورك عن باقي الفوتوغرافرز؟ كل واحد عنده بيتميز بشي، أنا بحس حسب شو بيقولوا أكتر شيء أنه عندي دقة وعندي كتير بروفيسيوناليز، وأكيد بعمل ريشيرش عطول قبل كل صورة وبعمل فولو أب، يعني من التصوير للتسليم أنا كله بتابع يعني كل عملك. بشو مختصة أكتر شيء؟ بأي أنواع من التصوير؟ أنا أرشتكتور دانتريور، يعني الهندسة الداخلية أكتر شيء واركتكتشر. هلا اكيد بضطر انه اتطرق واكيد بحب يعني مثل جولري وفاشن وفود، لان حلو تجربي كل شيء، واخر شيء اكيد بدك تعملي كاناليزاسيون على محل معين. ربما هذا كان هو سؤالنا، انه في ناس بيتخصصوا بس انت ما حبيتي التخصص وبتحبي انه بتصوري كل شيء. انا بحب التخصص بس هذا الشيء ما بنقدر نعمله بلبنان كثير، يعني ثلاث ارباعهم بتشوفهم مش عم بيصوروا لانه بيصوروا شيء واكيد اذا بتطرق على غير مواضيع رح ياخذوهم، بينما بيوروب بتشوفهم مخصصين بورتري بيصوروا بس بورتري، نحن هون بلبنان اتس سمول ماركت ولازم نعيش وسرفايف، دونك لازم نصور كل شيء بيجينا، وهلا انا ما بصور كل شيء بيجيني، اذا في شيء ما بحبه ما باخذه، انا وصلت لمحل انه كل شيء بحبه بلاقي انه فيه بوتنشل باخذه. طيب لو حكينا شوي على الديتيلز على التكنيك تبع التصوير، شو الفرق مثلا بتصوير بيت وتصوير عرض ازياء مثلا؟ اكيد في فرق، انه بعرض الازياء بدك تكون شخص يعني المودلز مير قبلك تلتقط صوره بلحظه، بينما بتصوير البيت انت فيك تخلق اللحظه تتصور. طيب هيدي الصوره مثلا هيدي داون تاون ماخوذه بفيش اي، هيدي انفاكت بنيات بداون تاون، والحلو انه بتخلق هي بصحيح صوره بنايه بس هيك عاطيه كمان غير معنى، هيك بتعطي لك اكروس. بتفكري جينيا تجمعي صورك بمعرض مثلا؟ هلا ما بقى في جمعه لانه اوريدي صوري صاروا بكتب وبكتير مجلات. كنت حابه اعمل وحب بعدني انه اعمل معرض لسبجكت شوي بيرسونال، يا انه يكون شوي تجريدي واكسبيرمنتال، وعندي شيء بتاني شيء مثل انقل قصص بتصير بلبنان يعني حقيقي مثل شواذ، حابه يعني انه تكون العدسه تبعي هي تفرج هذا الشيء. جينيا نحن بنشكرك لحضورك معنا باستديو حلوه بيروت، شكرا لكل التفاصيل اللي اعطيتينا اياهم، والكلمه هلا لإليس.